FM. الكلمة ليك. هل عماد الحمامي نطق رسمي باسم الحكومة؟ يد لا 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 ما نتصورش انه نطق رسمي باسم الحكومة، ولكن مكلف بالملف التفاوض مع المحتجين في تطاوين، نتصور يتكلم بالصفة هذه. جوستومون خاطر تصريحات الكل تنسب الى عماد الحمامي البارح فيما يخص احتجاجات نتاع لانه استضافوه زملائكم فتكلم. ولا جوستومون بين سنه في سي اد، ولكن ما ادعاش لا جوست برك على الدعابه من الاول، مش مشكله. أيوة سبيل الطرفه. لكن الدهماني مش موجود جمله، ما سمعني صوت. لا هبط المظاهرات تاع تطاوين. لا نتاع المصالحه، تاع كل المصالحه كان يعني استعاد الماضي النضالي. بربي اللي يلقى سي اد دهماني يشوف كيفاش. لا يبدو انه هو للتوضيح يبدو انه اياد ولا متردد في اداء دور نطق رسمي باسم الحكومه، تسريبات منذ فتره او يعكس مع انت تردد الحكومه. لا هو نطقها رسمي، هو يبدو انه في خلاف في مساله الاتصال. يبدو على كل حال انا مش موافقكم، لاني السيد اياد الدهماني في بالي قائم بواجبه على احسن وجه، وقعد خاصه باتصاله بالمجلس وبالنواب قاعد بدوروا في اقناعهم بمشاريع الحكومه عموما. ما حسيناش عليه تردد. لا ما اضعف الايمان البارح في في مناخ متوتر كيما البارح في الجنوب التونسي يخرج لنا مثال. كانت قرسمي يعني مش مسؤول على التنسيق. يعني كانت قرسمي احتجب على المشهد. ولا جوست مون نرجع لسي محمد بن سالم فيما يخص حركه النهضه وموقفها من اللي يصير في ولا اللي صاير في الجنوب. كيفاش تقراو انتوما اللي صار البارح في الجنوب في تطاوين بالتحديد وفي جهات اخرى زادك؟ كيف بسم الله الرحمن الرحيم، يصعب باش تقرا فقط اللي صار البارح. المشكل انه معناها تبسيط الامور راهو ما يساعدش التوانسه، والحل راهو مش بسيط بالطريقه هذه. انا نقول انه الناس تحتاج لانها صبرت برشا، راهو طبيعي. وانا كنت نسمع فيكم في الثنيه تقولوا هذه لونغ دو بوا. لا هذه ماهيش لونغ دو بوا، هذه ماهيش لونغ دو بوا، لانه وقت اللي الناس كذلك تصبر سنوات، واحنا عندنا نصيب في السنوات يعني باش ما نخليكش تذكرني، يعني نذكر وحدي. فهمتني؟ ايوه قلت اي لا عمين على كل حال. معناها انا بصح معلومه خاطر قلنا المعلومه هذه والملاحظه هذه في ظرف معين، قلت لوما ما عندناش الحق باش نحتاجوا في وضع كارثي كيما البارح. مش نحكي على الاسبوع اللي فات. لا ما انا ما حبيتش 24 ساعه اللي فات. معناها يلزم ما نجموش نحكم على 24 ساعه اللي فات من غير ما نحكموا باش الحكم يكون عادل. باش الحكم يكون عادل لازم واحد ينظر للصوره كامله. فبالتالي انا نقول للناس هذوما كذلك ما يلزمش ننساو انه هي اعلى نسبه بطاله في تونس. والهضره هذه لها تقريبا 3 سنوات ضالي في حكومه مهدي. عملوا ريسونسمون ضر شيفر، احنا الناس كل تفاجئت حتى اهل المنطقه. تطاويني كان ظهر لي 42%. اذا الذاكره نتاع معناها حاجه مهوله جدا، يعني اكثر من الدوبل. تواصلت بعد في زمن ترويكا ولا قعدت كما هي؟ لا انا نحكي لك بعد ترويكا الهضره هذه. لا مو مهدي جمعه قلت لي عاد. اي مهدي جمعه بعدنا مش قبل. اي وقبل مهدي جمعه. اي على كل حال الاستاتيستيك مانيش نعمل في ليكتور بوليتيسيان. مرتفع المهم. انا قلت وقت اللي عملوا ريسونسمون جهه بجهه جينيرالمون يعطونا البطاله في تونس ككل. يجمعوا يطرحوا ويقولوا لنا. على كل حال في عهد ترويكا انت تعرف التوانسه يعرفوا كانت 18.6 هبطت ل 15.2، هذا مؤكد. فقط وقتها تطاوين اكيد كانت اكثر من 15، لانه مش معقول في عام من 15 تطلع معناها كانت اعلى من المعدل هذا بالضروره. المنطق يقول هكا ما دام الريسونس معطى انهم كانت نسبه عاليه. دونك معناها جواب لا على السؤال. مشروعه وعندهم الحق. دونك اللي فهمته، لكن ما تراوش انه حركه النهضه كمشارك في الائتلاف الحاكم ومشارك في الحكومه والقوى الثانيه في المشهد السياسي. نعم. لما نقول القوى الاولى اليوم بعد تفكك نداء تونس عندكم مسافه كبيره على اللي صاير في البلاد. لا لا مش مسافه. تنظروا على الربوه وكانه من بعيد هكا شنو قاعد يصير. احنا في موقع لا نحسد عليه. الناس كل تعرف. الناس كل تعرف انها تطاوين صوتت للنهضه في 2011. هو الجنوب. ايه الجنوب وتطاوين خصيصا. تطاوين الولايه الوحيده
اللي على 4 عام 2011 طلعت 3 نهضه، 4 نواب طلعت 3 نهضه. في العام اللي في الانتخابات اللي بعدها انقصنا على 4 اخذنا 2. تجربة الحكم يعني ضرتكم؟ اي طبيعي طبيعي، هذه كيما الحاجات كيما الشيخوخه كيما فم مسائل طبيعيه تمر فهمتني وهذاك الدليل الصحه نتاع الديمقراطيه، معناها في الدول الديمقراطيه أي طبيعي جدا، معناها فما ناس تحط عليك امال كبيره بعد تلقاك ما حققتش، ما تعذركش، ما تقولش هذو قعدوا كان عامين، ما تقولش ما خلوهمش يحكموا، ما تقولش معناها حطوا لهم العصافة العجلة، تقول أنا شربحت، وهذا طبيعي ومن حقهم وما فهم حتى مشكلة. نرجعوا لموضوعنا، بالتالي احنا هذوما جانب كبير فيهم الناخبين متاعنا، وطبيعي احنا ندافع عن الناخبين متاعنا، ولكن كذلك وقت اللي نشوفوا المطالب أنها فيها شيء من الشطط نقولوا كذلك مش معقول يا سيدي. دافع في موقع معارضه يا سي محمد، انت راك في الحكم اليوم شوي حتى وانت شفتي معارضه. انا نقول احنا في وضعيه لا نحسد عليها، كنت نقول وبالتالي هذوما ناخبينا واحنا نأيد احتجاجاتهم كي تكون سلميه، قلناها وعودنا برشا مرات. وانا نقول للحد اللي صار التفاوض الاخير، لانه صارت مراحل في التفاوض، التفاوض الاخير والحزمة الجديدة اللي قدمتها الحكومة للمحتجين لحد ذلك الوقت معقول جدا، وهما بكل ديمقراطية صوتوا الظاهر 1200 صوتوا مع رفع الاحتجاج وبقاو 150 ما همش موافقين. شوف معناها صار انقسام ديجا داخل صار انقسام لا انقسام سيترودي انقسام وقت اللي تبدأ 1200 مقابلهم 150 ما نقدرش نقول انقسام، لو 500 600 اون ماجوريتي من جهه اي ما لو 600 من جهه و500 من جهه نقول صار انقسام في المحتجين. هذا ما يتسماش صار انقسام في المحتجين، المحتجين باغلبيه كبيره برشا 1200 اذا المعلومات اللي وصلت صحيحه طبعا. دونك العهده على الراوي. هات نعرف رايك في مسألة البارح في تتاوين، خليني عاد نكمل معك. فهمتك أي المعلومه، معناها لحد وقتها الامور معقوله واحنا مأيدين والمحتجين وضغطين على الحكومة باش تلبي الحاجيات بتاع الناس، لأن حاجيات معقولة فوالا ومستعجلة ولحد وقتها معقول. اللي ولا ما عادش معقول هو وقت اللي أقلية قليلة قريب 10% 12% فقط فهمتني يفرضوا رأيهم على بقية المحتجين ويصعدوا، مش فقط يقولوا احنا مش نواصل الاحتجاج في الكامور، قالوا احنا باش نمشيو نوقفوا الضخ فوالا. دونك من وقتها ولات الامور مش ياسر طبيعي. واحنا ندعيو معناها الشباب باش نشوفوا مصلحه البلاد، لانه لو الناس الكل تعمل هكا، لو الجهات الاخرى اللي عنده الماء يقول ما عادش عطي ماء، واللي عنده ماني عارف الالكتريسيتي يقول انا باش نقص الكوابل، واللي نوابكم فيه هك الساعه هك الساعه ما عادش بلاد سي محمد ما عادش دوله. نوابكم وين؟ ثم قلت لي في الجنوب انتخبونا برشا من الجنوب. اي نعم اي انتم نوابنا، نواب الشعب موجودين اللي باش يحكموا العقل غادي ويهفتوا الامور وينهم؟ قاموا بواجبهم ومشاو مع الوزير والاتفاق هذاك ما حصلش هكاكا، حصل لانه فما ناس خدمت وفما ناس عقلت وصار حدث مهم انه هو بشكل ديمقراطي الناس صوتت مع الرفع. هذا تنسيقيه النهضه لحد الان متفقين ولا لا؟ ما نجموش نقولوا نوابكم وين؟ صحيح نوابنا كناو العصا غاديك، لا ما دفعتوش علينا كناو العصا، ما دفعتوش علينا بالشكل الكافي، اللي جاء من الحكومه مش كافي، هذا في المفاوضات الاولى فهمني، وعملوا جهدهم باش يقولوا يا ناس هاو الحكومه باش تزيد، واجتمعوا مع سيد رئيس الحكومه النواب ومع اعضاء الحكومه وطلعوا بمقترحات اخرى. اللي يعني المفروض انه حركه النهضه في ولايه تطاوين لها قاعده شعبيه ولها تمثيليه حقيقيه. يعني كيف تحركت تنسيقيه حركه النهضه في ولايه تطاوين للتاثير على مجريات الاحداث؟ أنا في بالي بشكل طبيعي أيدت الاحتجاجات في بدايتها، أظنها كانت عندها فعل في قبول المقترحات بتاع الحكومة، والدليل أنه كيما كنت نحكي بأغلبية مش مريحة معناها كبيرة برشا قبلوا المقترحات، ولكن بعد صار ديراباج للأسف. التنسيقية صار تجاوزتها الأحداث، يعني هنالك من يقول أكيد واضح أكيد. اسمعني مش تنسيقية النهضة، عنا
مكتب جهوي وعنا كاتب عام جهوي. أما التنسيقية متاع المحتجين عاملين تنسيقية هي اللي جازتها الأحداث، هي اللي نظمت التصويت. النهضة، لأنه في هنالك من يقول بأنه فيه هو بين القيادة في مون بليزير وبين القواعد، وأن القواعد تنتصر أكثر وتتقارب مع خط حرك شعب الإرادة والمصمم. لا ما فهمش وهنا الانجو، يعني ليس هنالك توتر بين القيادة وقاعدة في أبدا. احنا الآن من قداش 10 ايام ولا اسبوعين ماكسيموم تجديد الهيكل الجهوي، تجديد الهيكل نتاع تطاوين بالذات، وما صار الناس مشكل اغلبيه السيد راشد الغنوشي وخط القياده على ما اعلم يعني. لا ما لا علمك مش صحيح الخط المعارض. هات وزيد معك شويه يا سي محمد، اسكو القواعد الشعبيه نتاع اللي اختاروه اللي اختاروه ابناء تطاوين هو اللي جاء سي محمد. القواعد الشعبيه نتاعكم هو اللي وقع انتخاب القواعد الشعبيه ما نقولوا من شكون اسمعوا بعضنا مسالش نتابع اسمعوا القواعد الشعبيه نتاعكم تستفز امشي نستفزك شويه تفضل ماني قلت لك ما تخاف. القواعد الشعبيه نتاعكم عاش سكيزوفرينيا التوام الموجوده من انتخابات الفارطه، شيء مع المرزوقي وشيء مع راشد الغنوشي، ما كانوا ما زلت اللخبطه موجوده. لا لا هذا ماهوش موجود اطلاقا. الاغلبيه صوتت المنصف المرزوقي لان تعتبره هو الاحسن، هو اقرب لخط الثوره، هذا قلناه وعودناه، واللي ما يحبش يشوفه فقط اللي ما يشوفش. تحرير المبادره معطات كان في اتجاه يعني ديكونسيني كمان. لا لا با دي تو جو فوز اسور، انا كنت في المكتب التنفيذي وقتها، كان قرار حقيقي متاع أنه كل واحد يختار اللي هو مقتنع به وما فمش دي كونسين. صحيح ربما فما ثلة من القيادة كانت متعافة. أميل المنصف لا العكس للباجي، ولكن الأغلبية الساحقة كانت مع المنصف المرزوق، هذا أكيد وهذا تاريخ على كل حال. وأظن مكاتب صبر الآراء عملت ما فماش اختراق نص مرزوقي حركة النهضة يعني. لا أبدا. نرجعوا الكامور، كيفاش تقراوا كيفاش تعامل الأمن أمنيا مع المحتجين والغاز المسيل والدموع وحالة الوفاة اللي صارت البارح، كيفاش الانحراف في الأحداث، كيفاش تشوفوه أنتم في حركة النهضة؟ أنت كنت تقول فما أغلبية صوتت الفيت يعني مباركة، صار انزلاق بعد التصويت هذاك، بعد التصويت هذاك المفروض في دولة ديمقراطية في ناس تؤمن بالديمقراطية، الأغلبية الواسعة جدا مشات مع أنه يا سيدي كنا نتمنى يكون أحسن شوية، لكن اللي جاء مقبول، كان المفروض تهدى الأمور وتخليه الحكومة تنفذ المشاريع، لأنه بين زاد الوعد والتنفيذ ساعات فما مسافة. تعاطي الأمني مع المحتجين كيف؟ أنا ما عنديش معلومات الحقيقة، بيان سور إحنا ماناش مع أنه الأمن الجمهوري والجيش الوطني يتعامل بالسلاح مع المحتجين، ولكن ما دخلش الجيش الوطني شوية، قلت لك انا ما نحكيش على البارح، نحكي على المبدا. المبدا احنا في دولة ديمقراطية فما طرق يزم يتعلموها الامن متاعنا وكذا، في وقت اللي جيهم تعليمات باش يفتحوا طريق لانه مسدود والا يخدموا ماكينات لانها تعطلت، في كل الدول الديمقراطية فما اساليب باش القانون ياخذ مجراه. تحكينا على التعاطي الامني للحكومه مع المحتجين والانفلات اللي صار، انت كيفاش تشوفوا انفلات تحويل وجهه انه فما خدمه لاجنده الشروق، تقول ماكينه نتاع اجنده الدم تدفع بالبلاد الى مرحله التوحش؟ والله انا في مؤامره كلام مهول، كيفاش تشوف؟ انا بكل صراحه ما عنديش لونغ دوبا، ما عنديش معلومات كيفاش صارت الامور على الارض، معناها ميدانيه. ما عندكمش تنسيقيات غادي؟ لا لا انا نحكي انا ما يعطيوكمش معلومات. انا توا ما عنديش معلومات كيفاش صار، انا شخصيا ما عنديش معلومات كيفاش صارت الامور. انا تكلمت بشكل مبدئي، قلت احنا في دولة ديمقراطية المفروض الامن متاعنا يدوا ميتريزي الطرق متاع، فكان الاعتصامات فتحان الطرقات كذا، ولكن بشكل متحضر. ما هو المتحضر مش معناها راه ما يستعملش الغاز المسيل للدموع، نعرف المظاهرات في الخارج ويصير فيها هذا، بالتالي المبالغات صار لكريموجين يا لور ما لاباش يعملوا معناها مش بالتصفيق. دونك حتى في الادون بان باغ اكزومبل، انت انا نعطيك سيتواسيون
تخريب انابيب نتاع نفط او غاز. بيان سور مش نعمل معاهم نقول لهم والله يعطيكم صحه تبارك الله فيكم. لا ابدا هذه سلميه هذه لا لا مش انا مش قلت انا قلت الامن نتاعنا يلزم يتدخل بالطرق المتعارف عليها في الدول الديمقراطيه، لانه حتى في الدول الديمقراطيه المظاهرات يصير فيها ديراباج، وحتى في الدول الديمقراطيه الامن ساعات مطالب باش يفتح طريق لانه مش مرخص باش يقع تسكير الطريق، ولكن بالطرق الواحد ما يبداش افوليك، يبدا ناقص تدريب كما اللي توفى. اذا سمعنا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية قال يعمل مارش اريير بسرعة يا اخي ده ستو كهرباء ربعية الدفع. انا سمعته الناطق الرسمي رغم اللي سي الحمامي قال العكس، قال اصحابه عفسوه المحتجين اللي هو الظاهر مش صحيح. دونك المفروض السيد الوزير يثبت روحه شويه وما يقولش معطيات ماهيش مليحه ولا نيران صديقي المعطيات هذه حقيقه. معناها ما يجيش وزير يقول لنا هكا الصباح واحنا نقولوا دونك ما فهمش علاش ما نصدقوهش. فهمني صدقنا جات وزير الداخليه قال لا مش هكا راي سيارة شرطة، معناها أفولمون، معناها الناس مش متدربة في إدارة لازمة بشكل أيوة إدارة لازمة، معناها أفولي ضربوه بالحجر قام يوخر قتل واحد أيوة. له ناوي يقتله أيوة. ولكن وقت اللي ما يبداش معناها متمسك بالسيتواسيون يولي يعمل دي قاف سياسيا. سي محمد بن سالم فما شكون يقول لك اليوم لاهي تنمية ولاهي حكاية تنمية جهوية ولا تنمية إيجابية، اليوم فما شكون يريد إسقاط الحكومة من الاخر وعلى الاخر. انت قلت ما نحكيوش لونغ دوبا يا سيدي، يا اخي ما نحكيوش لونغ خشبي يا اخي. اليوم يقول لك المستهدف اليوم لاسقاط الحكومه وعجزها عن تلبيه طلبات المحتجين، يزدوش على روح الحكومه. باهي انا نقول الناس اللي عندها اجندات سياسيه المفروض الحكومه تعرف كيفاش تطيحها في الماء. طيحها في الماء كيفاش؟ كي تستعمل الاساليب الديمقراطيه المعهوده اللي موجوده في الدول الاخرى. بالتالي من حقها باش الانتاج يتعدى، من حقها باش تمنع ناس يخربوا قنوات، هذا مش من حقها، من واجبها مجبوره باش هالمعدات نتاع الانتاج اللي تم الشعب التونسي الكل مسؤوليه الحكومه انها موافقني تعمل. فما هدف لاسقاط الحكومه موافقني في الراي ولا انه هذا بعض ناس في المعارضه تقول اسقاط الحكومه خطوه نحو ان نوصل للسلطه. أنا أقول هذا راهو طبيعي وما نتلمش مش مؤامرة أي؟ معناها وبالتالي أنه يكون أنا ما عنديش معلومات أنه موجود ولكن حتى لو كان موجود راهو في دول ديمقراطية معمول بها. أي واحد في المعارضة يقول أنا كيفاش نوصل للسلطة، يلزم هذوما يطيحوا، يلزم نظهر للتوانسة أنه هذوما فاشلين. هذا الطبيعي، هذا الطبيعي مش طبيعي شنو توا مانيش عارف هل هو صاير والا لا. اما انه فما ناس تسعى ومش لاقيه باش توصل للهدف هذا ما يلزمش الحكومه تعطيها الفرص. انا نقول بهالضحيه هذايا اللي داسته سياره نتاع الشرطه للاسف نعطيه معناها فرص للناس اللي تحب تسقط الحكومه والناس اللي المسار يا ولادي راهو المسار الديمقراطي في تونس راهو مش عاجب برشا ناس. انت ما جاوبتيش على السؤال من يريد الحكومه. انت قلت نظريا في اي دوله في العالم المعارضه تسقط الحكومه وهذه من حقها في الاحتجاج السلمي. باهي معارضتنا ماهيش لكن يا استاذ محمد بن سالم وانت ممكن متحرج باش تقولها، لكن داخل الائتلاف الحاكم فما شكون يريد يسقط الحكومه مع الائتلاف الحاكم. في الائتلاف الحاكم يمكن بعض الشقوق في داخل حزب من الاحزاب ولا النداء، خلينا نبداو صراحة. قد يكون بعضهم من مصلحته باش كي تطيح الحكومه هذه بلكي يلقى بلاصه. شكون هذوما شقوق في الدنيا؟ ما مش معروفين. انت كان نجم نعملوا جائزه وطنيه نقولوا هيا شكون يحدد لنا شقوق. لا يا خويا شكون ما قلتلكش شكون بالاسامي. لانه يحتلوا مواقع وزاريه يعني. يعني معناها هذه زادة داخلة في الكلام النظري أنه موجود احنا نشوفه فيها في المجلس. ثم ناس أنت لو تسأل يوسف الشاهد تقول له شكون أكثر ناس معناها حرصا على إسقاطك وتعطيه ورقة وقلم تو يحط لك على الأقل 6 7 8 من حزبه في المجلس قبل ما يوصل للغري. في المجلس داخل الكتلة متاع النداء فما أصوات معادية للحكومة، فما أصوات ما تفهمهاش معارضة وإلا واحد. قداش مرة ناس من المعارضة يتكلم واحد من الحزب الحاكم من النداء تجي واحدة من المعارضة، هذه صارت أكثر من مرة في لجنة المالية على الأقل، تقول له أنت ما خليتناش ما نتكلموا
يعني معناها أكثر راديكالية، يمشي أكثر راديكالية من المعارضة. فأشخاص معارضة يقول والله بعد سي فلان أنا معناها مش لاقي شقوق، يعني للتهكم الكذا، يعني ولكن داخل تونس فما شقوق تريد السلطة وصول إلى السلطة بتقلدها مناصب وزارية داخل حكومة جديدة. ربما ربما مش ربما. لا أنا يا أستاذ تعبني، قلت لي كونوا صراحة، كونوا صراحة، نكونوا صراحة ونص. انت مويك بالشيء بشوية بشوية فضل. ولكن ما جابش أقول لك دخلت قلبه وهو فعلا معمل وكذا. المواقف المعلنة فيها برشة انتو ما تشوفها مش أنا. طيب. أخي توا مداولات المجلس ما هي معروضة للعموم، حتى اللي في اللجان على فكرة. حتى اللي في اللجان فما محاضر وفما التسجيلات. بالتالي لو أي واحد باحث ولا صحفي ظهر لي من حقه يطلع تو يشوف، وساعات يحير هل هذوما معارضة وإلا في السلطة. حتى هذا مش طبيعي حسب رأيك، مش طبيعي. لا مش طبيعي، مش طبيعي، لا مش طبيعي بالكل، لا مش طبيعي بالكل. يعني مواقف النهضة داخل وتحت قبة البرلمان موحدة على الأقل في مستوى الكتلة. على مستوى الكتلة مع الناس يشكون عنده أجندة باش يطيح الحكومة في المواقف. المواقف إيه؟ المواقف المعلنات هذا يكنقلوها راهو كما قلت لكم الكل منشور، الكل منشور، معناها أي واحد ينجم خلافا لكتلة النداء، خلافا لكثير من الكتل اللي توقفها تضارب. ولكن احنا كذلك في بعض المواقف عنا بعض معناها تبينات، الاختلافات، تباينات. هاني نزيد نذكرك بحاجة كنت تذكروني بها في التصويت على سحب الثقة من حبيب الصيد، معناها ما يقارب العشرين أقل شوية 18 ولا قداش اللي صوتوا بورقة بيضاء من كتلة النهضة اللي هي ما حصلتش قبل. في العادة وقت اللي نتفقوا نمشي، ولكن ما اتفقناش الجهة الأخرى ما كانتش مقنعة، تغيير الموقف كان سريع تجاه يعني التكتيك تغير وانتو ما في بالكمش. لا في بالنا، ولكن عرضناه مش ما في بالناش. وزيركم في الحكومة عميد الحمامي للتصويت. وزيركم في الحكومة عميد الحمامي المكلف بالتشغيل يقول وتحلى بالجرأة البارح غير معهود صراحة. علاش انت تعرفوا مش انا رأي، مش رأي سياسيين معناتها هناو على الجرأة نتاعو. يقول فما أموال دخلت إلى الكامور وفما ناس قاعدة تمول في معتسمي الكامور وفما كراهب ما نعرفوش من جد دخلت الكامور وأطراف سياسية متورطة به. إذا يعطي صح البين على من الدعاء رميس النارة شوية عاد ما رميس النارة ولا لكن السنارة ما زلت ما شدتش السمكة ولا الحوتة. القراءة هي موجودة هيت لكن من هاته الأطراف ومن هاته نجي الأموال. هو سي محمد باش نكون يعني كما قلت انت قبيلة في حديث الصراحة أنه ما حصل يعني من أغلبية تصدق قرارات الحكومة وحزمة الإجراءات إلى أقلية تقلب موازين القوى رأسا على عقب. يعني هذا أمر غريب وغريب جدا، وفي تقاطع مع ما ذهب إليه السيد الوزير أمير الحمامي أنه بالفعل لما نلاحظ عملية الإحراق وإتلاف مراكز أمن ومخافر يعني حرس وعشرات السيارات ثم اتساع رقعة الاحتجاج لتشمل يعني محافظات أخرى إضافة إلى حضور الجزيرة، يعني قناة الجزيرة وانت تعرف مليح وحركة النهضة تعرف مليح دور قناة الجزيرة في تقاطع مع ما أطلقته بعض الأصوات من ثورة جديدة مع ما يحصل من انحسار الميليشيات الإسلامية الليبية في الطرف الليبي. يعني هل تعتقدون أن المسألة هي مسألة مخطط إقليمي وقد يكون دولي للإطاحة بالتجربة التونسية أو الذهاب إلى الدور الأقصى؟ يعني تعرف فما شكون يحب يلعب دور روبسبير وديما يحكي على الثورة الفرنسية، يعني قاطع الرؤوس الذي قطع رأسه في الآخر. يعني يعني كيف تنظر إلى كل هذه المعطيات؟ والله أنا نشوفها شوية تيري بار لي شوفو كما يقولوا الفرنسيس. يعني اللي نعرفه أن الجزيرة أيدت الثورة التونسية وأيدتها وكان عندها يد في إنجاح الثورة التونسية. اللي نعرفه أنه أكثر دولة على الإطلاق عاونت
تونس اقتصاديا بالهبات وبالقروض الدولة التونسية مش الترايك الجمعيات والدليل لا 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 شكون شكون خلينا نشوف شكون لا عاد يا استاذ لو انت صحافي تبارك الله لا انا قاعد نكمل لك في المعلومة لا لا ما تكمليش المعلومة لانه كلام ماهوش صحيح نحكي على الدولة التونسية على فكرة ما في كلام كلام الناس اللي معناها يعزفوا على الوتر هذا الاسناء كان مبلغ كبير كان يزمو يرجع لقطر في زيارة أمير قطر لهنا أكيد طلب منه السيد رئيس الجمهورية ووقع تأجيله اللي يحب يسقط التجربة التونسية يا أستاذ ما يزيدش يعطيك فلوس باش تحل مشاكلك الاجتماعية دونك رجاء نحترم عقول التوانسة وما نقول لهمش نمبورت لا سمحني إذا دخل كمان لك معلومة أنا أما أنه وسيلة إعلامية توصل تغطي قطر لتونس باش تعاون الثورة التونسية وعطتها فلوس الأحزاب السياسية باش تعمل الحملة الانتخابية متاحة وتنجح في الانتخابات والله اللي مشهور ياسر هو اللي جاء من الإمارات واللي الكانيوت تعاركوا عليها وشكون هربا ولا بنصها معطيات هامة فهمتني لا لا معطيات هامة شوف الهضره الكبيره شوف الهضره الكبيره كانوا ما في بالوش والله العظيم الكانيوت خلينا خلينا اسمع يعرفها توانسة كل ما نحكوش على ضخم بعضنا الكلكم بالحيق انسي خلينا نحكيو شويه بلاش لون دي بوا مش نفهم بس اسمعني لا مش نفهم قطر اسمعني اسمعني مع الثوره والامارات ضد الثوره ما فهمت يعني ثورة لا لا أنا مش هنا باش نقول شكون مع الثورة شكون هذه حقيقة أنت قلت شوي مع الثورة شوي أستاذ هذه حقيقة تاريخية أنتم ترجعوا للهبات اللي جات للدولة التونسية جو دي بيان للدولة التونسية وكنقول للدولة التونسية ممثلة في حكومة تي بيان سور في حكومة مالا شكون دولة تونسية مش مجرد شكون تحب ممثلة مش مجرد فهمني الله العظيم فهذه حقيقة يعني أما نبدأ ندندنوا كما كالناس اللي تاكل الغلة وتسب الملة راهو الأصيل ما يطيحش في هذا ما يزمش احنا في بالي شعب أصيل ونقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت دونك ما فمش دولة في الكرة الأرضية عاونت تونس تونس دولة كما دولة قطر نرفخولها سي محمد دونك لا ما نرفخولهاش أنا سيادة وما عندها يا أستاذ إذا سمعتني نهار ندافع هي ساعة ما عندهاش طموحات في تونس ولا هي اون بويسونس انترناسيونال باش تحتل بلادنا ولا عندها حتى ربما مساله مبدئيه انه دوله معناها عربيه تنعتق ومعناها باش تبني نفسها ربما هالشعور الاخوي اللي ديما ندندنوا لانها مدرسه في الديمقراطيه محمد لا لانها مدرسه في الديمقراطيه لا لا ما هيش يعني مدرسه في الديمقراطيه ما هي المصلحه ما هي المصلحه 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 هو انه ملي احنا صغار واحنا ندندنوا على البترو دولار وكيفاش يمشي لاوروبا ويمشي لامريكا ويمشي كذا كي جات منه زوز سوردي لدوله عربيه فهمتني نجيو احنا نهار كل قطر مش تحتنا تكون عندكم شويه ثقه في رواحكم لا لا سامحني علاش تم شيطنه الامارات وتم جيت قطر ما انت شيطان تو شكون جبد لول شكون جبد لول ما هو شيء يذكر ما هو شيء باش يذكر المنطلق قناه الجزيره وانها داعمه للثوره وقد تكون في دعم ثوره جديده يعني انه وسيله اعلام تغطي كل شيء معناها تغطي في احتفالات الجزيره بيان سور تغطي في كل شيء كل تغطي في الاحتفالات تغطي في الحاجات المشرقة في تونس اللي ساعات بعض القنوات ما يحبوش يغطيوها في تونس تغطيها هي شتحت في القوس سي محمد سيد ليلى شتاوي جت بحذانا المقالة من لجنة التحقيق في تسفير الشباب والتوتر قالت انه قطر لها علاقة بأموال رصدت إلى جمعيات في تونس الجمعيات هذه سفرت الشباب إلى بوار التوتر به أنا نقول المفروض تعطي الحجة تعطي الحجة عندها وثائق وعندها بشوي بشوي تحتها أما أنها تعاود تلوك الكلام اللي يلوكوا فيه الناس الكل قطر 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 أنا نقول راهو ماهوشي سمحني في الكلمة ماهيش رجولية أنه بلاد تعاون بلادنا بلادنا تعاون نجيو إحنا نعملوا على حملة كما ما نعملوها حتى على سويد علينا سي محمد بن سالم تعاون هكا أنا نقول تعاون بشوي لا لا ما هو علاقات سياسية في الموضوع ما سألتني وجاوبتك قلت لك رانا كنا نلوم عليهم
كيفاش الأموال العربية لا تعطى ولا تصرف في تنمية الدول العربية. كي واحدة تعاون شوية هي مش غرقتناش يعني حرص في الأخير يعني حرص على الديمقراطية مش حرص على الديمقراطية, حرص على إعانة الدولة قاعدة تنمو. ينجم يعني يكون هذا الرجل الشاب يعتبر أنه هذا صار تغيير في البلاد هذه يستاهل أنه يتعاون. على فكرة على فكرة راهو عاونوا مصر عشرات المرات أكثر منه في عهد مرسي عشرات المرات. لا لا في عهد مرسي وحتى بعد مرسي في قطيعة في قطيعة يا أستاذ اللي خذاته مصر من الخليج في قطيعة اللي خذاته مصر من الخليج مئات المرات أكثر من اللي خذاه مرسي من الخليج. دونك راهو عيب كي الحقائق نقلبه. لا الخليج مش سامحني بربي سيد منذر. لا الخليج قلت سيد منذر وكأنه الكلام هذا يضحك على الذقون. علاش فسر لك فسر لك يا خويا. فما سياسيين دوليين وفما مراكز بحث استراتيجي وناس تحكي على حرب الوكالة وليبيا عبد الحكيم بالحاج تبع قطر وحفتر تبع الإمارات, وفي تونس فما حزب تبع قطر وحزب تبع الإمارات ومعركة إقليمية. نجموش نغمضوا عينينا زاد كيف كيف على الشيء هذا يا سي محمد بن سالم. صراع المحاور راهو باش تعطينا فلوس. سامحني سامحني انا اللي نعطيك فلوس يا خويا. ما هو فما خير في الدنيا مش عطيك فلوس لله في سبيل الله. ما فما مصالح دوليه فما باي تو شكون يحكم في تونس. فما منح اقليمي تو شكون يحكم في تونس. هذا سؤال المطروح. لا لا بشويه تو نداء تونس رئيس الدوله من نداء تونس ولا لا؟ رئيس الحكومه من نداء تونس ولا لا؟ جاوبني. السلطه للنداء والحكم للنهضه. تحب نعطيك انا السلطه للنداء والحكم للنهضه. هذا شخشيق. شخشيق. هذا احنا عندنا زوز وزراء نحكموا في البلاد ما كان نعملوا عشرة. هل يمكن الحكومة ان تتواصل؟ لا لا مش هتيك لا مش هتيك لا لا. هل يمكن الحكومة ان تستمر مع طب طب خليتون وصل الكتلة. فكرة خلي استاذ الحكومة هذه الوزراء الاغلبية من نداء ثلاثة رؤساء من نداء. قطر اجلت 300 مليون دولار, معناها تقريبا يجيوا 700 مليار للحكومة هذه. دونك لتونس مش للنهضة. دونك الكلام هذا هذوما مع النهضة شوي, هذوما مع النهضة والاخرين مع النداء. انا لوجه شكون مع تونس. فهمتني ولا؟ فما قالوا ميزانية الدولة مش تولي 120 مليار دينار, هي طو 32 مليار دينار, معناها مش تولي اربع مرات. اربع مرات منين؟ قالوا مش جي من البلاصه الفلانيه. ما جابنا حتى دور. نقفل القوس ونرجع للحديث على تتاوين. فما شكون يتهم حراك تونس الاراده لمصطفى مرزوقي بالوقوف وراء الاحتجاج او تحويل الوجهه نتاع الاحتجاج؟ شنو رايك انت سي محمد بن سلم؟ صراحة بيان سيود ما نتكلم كان صراحة. لا اللي قبله ما نتكلمش بصراحة. بصراحة عجب والله بصراحة. ظهر لي الصراحة المفرطة ما تعجبك جد. لا ولا لا. انت تحب شوية صراحة برسمها صراحة. أما صراحة المقنعة ما تعجبك. صراحة مطلقة ما تعجبك. صراحة المقنعة علي نحب صراحة لا صراحة. لا لا صراحة صراحة. أيوة. على كل حال أنه حزب معارض يأيد الاحتجاجات هذا طبيعي جدا. حقه. دونك هنا نقطة أرجع للستار. هل في التطورات الأخيرة نتاع 24 ساعة هذه بالذات أنا ما شفتش حتى مسؤول سياسي لا في المعارضة ولا في غير إذا مسائل سرية الله أعلم بها. ليه يعني مبين خرج تيب شوية قال لما أحرقوا قال أحرقوا المنطقة أهبطوا للشارع. أستاذ هذيك داخلة في اللي كنت أقول فيه في اللول, من حق الأحزاب المعارضة أن تدعو للاحتجاج. مفهوم ولا؟ هذا ما يتلموش عليه. بعد ذلك إذا فما تعليمات بأنه من غير حدود سلمية غير سلمية احنا معاكم, تحرقوا توقفوا البترول احنا معاكم, هذا ما حصلش لا من هذم ولا من هذا, لا محسن مرزوق ولا الجبهة ولا حتى حد. إذا بشوي إذا فما حاجات تحت الطاولة أنا مش مطلع عليها. احنا المفروض نحكم على المواقف الصريحة. المواقف الصريحة حتى واحد سياسي بعقله ينجم يقول انا معاهم ان شاء الله يحرقها. خلينا نمشيو شويه في المنطقه سي محمد. البارح تم الديراباج واطلاق الغاز المسيل للدموع وتم الصدام, من بعد نص ساعه ساعه حراك شعب تونس, حراك شعب المواطنين او تونس الاراده يقول اهبطوا الشارع في حبيب بورقيبه تضامنا مع اللي سايف تتاوين واهبطوا للشارع. هذا ايش معناتها؟ معناتها تتاوين تحرق و نزيد انا نقول لجماعتي انصاري اهبطوا للشارع. ماذا يعني هذا؟ انا في بالي البارح الجبهه الشعبيه هي اللي هبطت مظاهره.
أمام محاصرة الرابطات على ما يبدو وفق المعطيات رابطات حماية الثورة أبو صار هي مزلت رابطات ريكوبا شفناه البارح قالوا مزلت يعني تتحرش كي تتحل أخي ريكوبا هو الرابطات يعني هو الرمز شفناه رمز رمز بالطبع أيوة وحتى كي تتحل الرابطات دونك السيد هذا يزمي يحط في داره دائما مع كل وين يطلع راي الرابطات طلعت الرابطات حتى كيشري ريكوبا على كل حال ظهوره في تايمينغ هذا ما عنده دلالات على كل حال أنا ما شفتش شكون يحرض على استعمال العنف وإذا صار ندينهم مهما شكون كان مهما حزب أو تيار أو غيره يدعو للعنف احنا ما نقدر إلا ندين هذا ندينه في السر وندينه في العلن دونك هذايا ما فهمش حتى إكيفاق أنهم يدعيوا المظاهرات سلمية في تونس ولا في كذا أنا نقول في الديمقراطيات يصير ومعقول في ظرف أمني استثنائي مثالش في ظرف أمني استثنائي دقيق هذاك الداخلية هي اللي تقدر النجم واحد يدعو والداخلية تطلع أعلان ولا بيان ولا كذا بلاغ تقول ممنوع أكسعة المسألة وهو ما لا يمارس لحد الآن إيه أنا ما سمعتش أنه خرجوا يعني مظاهرات مش بترخيص الآن وطلبة وإعلام وما فماش إجراءات أمنية يعني إجراءات قانونية أنا نقول للأصل في دولة ديمقراطية اللي يعمل مظاهرة يزم يأخذ لها ترخيص وإذا هي طلعت بيان أي حزب كان ما نش نحكي على حزب معين إذا أي حزب كان طلع أنه كذا المفروض الداخلية إذا هي مش موافقة كذلك تقول نحن نمنع الكذا لأسباب أمنية لأسباب كذا أما دور المجتمع المدني هذا محسوب دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية أن تحكم العقل وتريد الأمور مش هذا الدور دورها أنها فعلا كذلك ولكن أستاذ رانا منش كوبي كونفورم يلزم الديمقراطية معناها يلزم يكون فيها تنوع وبالتالي ما تنجمش رأيك أنت تفرضه وتقول اللي بعيد على رأيه شوية راهو متطرف وإلا راهو ما يجيش أنا نقول كل واحد يتحمل مسؤوليته دعا إلى مظاهرة سلمية يزم يقول أنها سلمية رخصت له وزارة الداخلية ولا طفات الضوء ما منعتوش معناها هذا هو أما لو حزب الأحزاب يدعو إلى مظاهرة وتجي الداخلية تقول لا أنا تقديراتي الأمنية تقول أنه فما خطر عليكم أنتم فما خطر على البلاد وبالتالي أنا نمنع المظاهرة احنا ما نقدر نكون إلا مع وزارة الداخلية في المنع التنوع في كفة وتونس في كفة شنو أنه الميزان اللي لا لا أنا كفة ترجح أستاذ التنوع هو مع تونس مش ضدها التنوع ما ينجمش يكون اسمعني الدكتاتورية هي اللي بن علي كان يقنع فينا التنوع ضد مصلحة تونس التنوع هو مصلحة الوضع تونس الوضع الحالي تنوع في كل مصلحة تونس التنوع ديما في مصلحة تونس مناشي كوبي كونفورم مناشي وابع سكر الناس الكل حتى في الظرف الاستثنائي في كل الظروف التنوع ما يزمش يكونوا أنا ما كنقول التنوع مش بالضرورة التناقض مش بالضرورة ناس مع الحرق ومع كذا مش هذاك التنوع التنوع في الأراء في التقدير أنه الناس تقدر يا أخي إنعم الحكومة هذه مازالت ما جاش الاثنين الوطنية تفرض أنه الناس كل فرد مسار لإنقاذ تونس هذا الفرد ولا انت هذا كلام معقول اي كلام معقول ولكن ما تفرضوش حتى احنا تو بيانات مفروض علينا نكونوا في المسار هذا احنا راينا هو هذا ولكن هذا لا يمنع انه غيرنا يشوف شيء ثاني احنا تو را انه فعلا فما اخطار معتقبين من الحدود الجنوبيه من جهه ليبيا من كذا حتى من الداخل هنا نشوف ما تتعداش جمعه جمعتين الا وتصير احداث ارهابيه في بلادنا دونك بالتالي فعلا فما خطر الارهاب هذا ماهوش باش يوقف الديمقراطيه ويوقف التنوع اما كذلك يلزم الراعي وضع بلادنا في الافق السياسي انتم حركه النهضه مع تغيير يوسف الشاهد او تحويل موسع للحكومه احنا مناش مع فهل الوقت هذا بالذات انه يصير فعفع في الحكومه لان احنا نعرفوا اذا كان الان تستقيل الحكومه تحب لنا شهرين ثلاثه باش نعمل حكومه اخرى وهذا في الوضع الديمقراطي مش سهل خاصه في حكومه ائتلافيه لو فما اغلبيه في بلاد تطيح الحكومه اليوم الحزب الحاكم في 24 ساعه يطلع حكومه اما في وضع متاع ائتلاف كما هذا تاخذ برشا وقت لعلمكم
ميزانية العام الجاي راهي تو تتخدم في الوزارة وليزاربيتراج راهم يتموا تو فهمتني وقت حساس دونك هما في اكتوبر رغم رمضان والعطل نتاع الصيف 15 اكتوبر لازم الميزانية تتصب في مجلس النواب دونك تصوروا توا يقع تغيير الحكومة شكون باش يعملها الميزانية تصوراتكم المخرج من للخروج من أزمة الجنوب هذه يعني وخاصة أنه انزلقنا إلى العنف ما هي تصوراتكم ماذا يجب على الحكومة أن تفعل تواصل تحاور تواصل تحاور كيف تواجه العنف تواجه العنف بالقانون وفي نفس الوقت تواصل تحاور المحتجين هالناس اللي 1200 من المحتجين معناها صوتوا مع فضل اعتصام المفروض نزيد نلاقيهم ونقول لهم شنو تغير فبالتالي لا مفر لا لا متعدي بالقانون يعني الناس ماشيه باش تهاجم باش تحرق مركز كيف يجب الرد انا نقول يلزم الامن متاعنا يتدرب على اساليب متحضره في فرض القانون ما نحبوش دماء وما نحبوش ضحايا يزيتون اسماء عنات ولكن يلزم الحوار ثم الحوار ثم الحوار معناتها تدرج معناتها غاز مسيل الدموع ما بعديك ممكن تلاقي في الهواء انا مانيش ضابط سامي باش نعطيكم لو كنت وزير داخليه لو انا وزير داخليه نجمع المختصين ونقول لهم ما نحبش دماء ما نحبش كذا نحب القانون يمشي امشي وتدربوا ابعثوا اعوانكم يشوفوا في الدول المتقدمه كيفاش الناس تعمل وما نحبش تهور ولا الرش انا قلت هذه يعرفها المختصين هما ادرى انا هو الطريقه نتاع مش عارف شو نسمها انا اللي يستعملها في الوقت ايواش مش استعمل انا حتى لو كنت زي الداخليه مش انا مش نفرض عليهم الطريق شكرا ليك سي محمد بن سالم القيادي في حركه النهضه الكلمة ليك